هذا الكورس هو حقيقة هو كورس الجنرال فيرولوجي أو علم الفيروسات العام. راح أتكلم حقيقة إن شاء الله راح نخلي هذا يعني الكورس هو كورس ممتع جدا خصوصا في خضم هاي الأحداث اللي جاي الدور أحداث اللي هي جائحة فيروس كورونا. راح نتعلم ما هي الفيروسات حقيقة. خليكم إن شاء الله تستقون المعلومة الصحيح من هذا الكورس، مو فقط تسمعوا للإعلام وهذه الدعايات وشائعات اليومية، لأن دول هم اختصاص اللي موجودين بالإعلام ينقون هاي الأخبار، هم مختصاصهم، بينما أنتم إن شاء الله يعني اختصاصكم بيولوجي وتأخذون هذا الكورس إن شاء الله راح يفيدكم في قادم الأيام الآن وفي الأيام القادمة إن شاء الله. المصادر اللي ممكن أن تستخدموها موجودة أمامكم، هي واضحة أمامكم، تقدرون ترجعوا لها، موجودة ضمن المصدر الأول اللي هو Virology Principles on Applications. هذا موجود طبعاً عندنا في مجانية التعليم بالقسم، 40 نسخة حديثة من عنده، كان يعني من المفترض أنه لو الدوام موجود تقدرون تستعيروها خلال هذا الكورس. على كل يعني إن شاء الله يكون هذا الكورس سهل جدا وان شاء الله ما تحتاجون. اوكي، اهداف هذا الكورس حقيقه هو راح نعلمك البيسكس اوف فيرولوجي، ما هي ثوابت الفيرولوجي. الصوت ناقص في اللحظه. راح نتعلم هنا ما هو أساسيات علم الفيروسات، ما هو تضاعف الفيروس، ما هو الفيروس، ما هو تركيب الفيروس، كيف الفيروس يدخل الخلية، كيف ينتشر الفيروس. هاي هي البيسكس أو الفندمنتالز أوف فيرولوجي. أيضا راح نتعلم أنه علم الفيروسات هو علم يحتاج إلى العلوم الأخرى. ما هي هذه العلوم الأخرى؟ لذلك هو يعتبر من العلوم اللي هي ليست فندمنتال وإنما يسموها انتجريتيف ساينس أو الانتجريتيف ديسيبلين. ما معنى هذا؟ أنه الفيروس بالنسبة للحضور طلاب، بنهاية المحاضرة أخذ حضوركم، فخلونا نسترسل بالمحاضرة الآن حتى يعني نستغل الوقت بصورة صحيحة. الانتجريتيف ساينس او الانتجريتيف ديسيبلين بمعنى انه انت حتى تتعلم الفيرولوجي او حتى تدرس الفيرولوجي يحتاج لك علوم اخرى انه تتعلمها. يعني هسه انت مرحله ثانيه راح تاخذ فيرولوجي، تحتاج بايوكيمستري وانت ماخذها البايوكيمستري طبعا، تحتاج علم الخليه وانت ايضا ماخذ علم خليه، تحتاج بيولوجي عام، تحتاج موليكولر بيولوجي اللي هو علم الحياه الجزيئي، حتى راح نشوف ما هو تركيب الفيروس من الناحية الجزيئية، شلون يبدأ يتضاعف وهكذا. لذلك هو هذا العلم هو يسمونه integrative science، يحتاج إلى علوم أخرى حتى تفهمه. تريد تدرس وبائية مرض ما، تريد تدرس السوشيولوجي أو علم الاجتماع في هذا في أو تربطه بعلم الفيروسات. يعني مثلاً هسا نقول إحنا ليش الصين ينتشر بهم الفيروس بسرعة؟ بسبب عاداتهم وتقاليدهم وكذا، وشلون يأكلون وشلون كذا. فهاي كلها هي تعتبر علوم ساندة لا يجب أن تتعلمها أو تعرفها حتى تدرس علم الفيروسات. القضية الأخرى راح نتكلم عن الفيروسات وندخل بالعمق في هذه في تركيب هذه الانتيتيز أو الموجودات. ما راح اسميها كائنات هسه حتى تعرفوا ليش بعدين، لان اقدر اسميها هسه كائنات بسهوله، بس راح ما راح اسميها كائنات هسه حتى نعلمكم نثقفكم، مو تسمعون الاخبار منا ومنا ويجي واحد ما يعرف تسمعون من عنده حكايه وتصدقوها وتبدون تنشرون الذعر والخوف بين الاخرين. لا، انتم الان راح نعلمكم حتى تستفادون وتثقفون نفسكم واهلكم والاخرين وتاخذون العلم الصحيح الرصين، مو فقط سماع من الاخبار ومن صفحات التواصل الاجتماعي وما الى ذلك. فهذه هي اهداف الكورس بصوره عامه. اذا تلاحظون هاي الصوره هي صور لكائنات على مختلف تصانيفها مصابين بالفيروسات. من هذه الصورة نستقي أن الفيروس
له إمكانية إصابة كل أشكال الحياة. إذا تلاحظون هذا الطفل مصاب بفيروس الجدري، أفضل أن تكون يمكم ورقة وقلم حتى يعني تسجلون ملاحظاتكم، رقم السلايد مثلا، هذا السلايد هيك بي كذا كذا، وخلوا يمكم أيضا يعني مثلا إذا الباسورد أو الكذا أو رجاء أنا ما أريد مقاطعة أثناء المحاضرة. فمو تلاحظون هنا الصورة هاي شخص أو طفل مصاب بالسمول بوكس اللي هو الجدري، يعني هاي بقرة اللي هي تعتبر من الفيرتبريس اللي هي من الحيوانات الفقرية، مصابة بالفوت آند ماو ديزيز اللي هو يعني يفضل أن تكتبون الترجمة طلاب، فوت آند ماو ديزيز اللي هو فيروس الحمى القلاعية. إذا تلاحظون هنا هاي النباتات، هذا نبات البطاطا ومصاب بأيضا فيروس أحد أنواع الفيروسات، الفطر أيضا ممكن أن يصاب بالفيروس، والبكتيريا والفيروسات التي تصيب البكتيريا تسمى بالبكتيريوفيجز أو العافيات أو الفاجات. هاي خلية بكتيرية إذا تلاحظوها، وهذه فاجات هي على جدار ملتصقة بجدار الخلية البكتيرية، تريد تصيب هذه الخلية حقيقة تحقن المادة الوراثية وتبدأ بالإصابة. هاي فقط أنه مقدمة أنه نستقي من خلالها أنه الفيروسات هي تصيب جميع الكائنات اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية. نتكلم عن فد نبذة تاريخية عن الفيروسات، ما هي، هل شلون الإنسان تعرف على الفيروس، شلون وصل للفيروس، شلون هل كان الإنسان من الله سبحانه وتعالى خلقه أنه هو يعرف الفيروس، ما هو عمر الفيروس، شلون الإنسان تعرف عليه خلال حياته، ما هي النظرة التي كان الإنسان يمتلكها عن الفيروس، هل هو يعرف الفيروس من أول وهلة أو عندما خلق الإنسان هل هو يعرف الفيروس؟ كلا. حقيقة ظهرت عدة إصابات أو جائحات في قديم الزمان، تبين فيما بعد أن الإنسان كان قديما يصاب بالفيروس، إذن الفيروس هو قديم بالعمر، ولكن الإنسان لم يعرف الفيروس. ليش ما يعرف الفيروس؟ لأن ما عنده الأدوات التي يكتشف من خلالها الفيروس. كان الإنسان سابقا يعتقد أن العالم اللي موجود من حوله هو فقط العالم المنظور الذي يراه بالعين، يعني أرى الحيوان الكبير وأرى الشجرة وأرى مثلا الإنسان الأمامي، يعتبر أنه هو هذا العالم اللي أمامي، ولكن لم يدرك أنه هنالك عالم غير منظور أمامه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة إلا بعد تطور العلم واكتشاف الأدوات والآلات التي من خلالها الإنسان تمكن أنه يكتشف العالم غير المنظور أو العالم غير المرئي اللي حوله، اللي متمثل بالبكتيريا والفيروسات والفطريات وما إلى ذلك. فإذا تلاحظون هاي الصور اللي أمامكم، أنه the first record في يعني في عام 3700 قبل الميلاد اللي هي BC before Christ، قبل ميلاد السيد المسيح، في لقوا في احد الاهرامات في زمن الفراعنه، انه صور امامكم هنا، هاي صوره لشخص او احد كهنه المعابد في زمن الفراعنه. اذا تلاحظون قدم هذا الشخص هنا، الان اذا شايفين اشخاص لربما تشوفوهم انتم بس ما تتعرفون عليهم، يعني ما تعرف عبالك هذا الشخص أنه عنده عوق أو مثلاً عنده حادث، لا، هاي القدم هنا إذا تلاحظها هي لشخص مصاب بشلل الأطفال، فيروس شلل الأطفال. لاحظوا هاي الصور اللي موجودة في المعابد القديمة، استدلوا من خلالها أنه الفيروسات هي قديمة من هذاك الزمان لحد الآن، أنه لربما هذا الشخص كان مصاب بفيروس البوليمالايتس أو البوليو اللي يسمونه فيروس شلل الأطفال. الآن إذا تلاحظون الأطفال من يجي للدنيا، أول ما يجي للدنيا يلقحونه بهذا اللقاح حتى ينطونه مناعة ضد هذا الفيروس. أيضا الريكوردز الأخرى أو الأدلة الأخرى اللي تثبت لنا أنه الفيروس هو موجود قديما ولكن الإنسان ما يعرفه، هو الألف قبل الميلاد عندما حدث تفشي لفيروس السمول بوكس اللي ما يسمى بالفيروس الجدري. طبعا في عام 1984
تم أعلنت يعني منظمة الصحة العالمية القضاء والتخلص على هذا التخلص من هذا الفيروس بعد اكتشاف لقاح له. Smallpox حدث بالصين وحقيقة ما كانوا يعرفون ما هو السبب، ولكن طوروا له. طبعا كانت نسبة الوفيات جدا عالية، ولكن بعض الحكماء بعض العشابين آنذاك نقدر نسميهم الصينيين طوروا فد براكتس أو فد طريقة معينة للتخلص من هذا المرض اللي هو لحد الآن ما يعرفون أنه هو فيروس. سوى فد براكتس أو تطبيق يسمى بالفيروليشن، وهو تطبيق بسيط حقيقة لما يعرفه الآن بالفاكسينيشن أو بالتطعيم، أنه الشخص المصاب بالسمول بوكس مثل ما شفت الصورة اللي قبلها أنه تظهر بلسترز أو بوستولز بثرات في كل جسم الشخص المصاب بهذا الفيروس، يكون بها قيح يكون بها قشور. قاموا البعض من عندهم بسحق هذه البثور وطحنها أو عزل من عندها وأعطاها للأشخاص الأصحاء، فرأوا أنه الأشخاص اللي يعني ينطوهم هذه البوستولز أو هذا الباودر المطحون من هاي البثرات أو الحبوب اللي موجودة على الجسم أنه يمتلكون مناعة ضد الإصابة بهذا الفيروس. ولكن هذا التطبيق يسمى الفاريوليشن، ولكن لحد الآن ما حد لحد ذاك الوقت ما حد إنه يعرف إنه ما هو العامل الممرض أو المسبب للسمول بوكس. الآن في العقد الميلادي أو الزمن الميلادي اللي هو في عام 1796 حقيقة هاي الصورة إذا تلاحظوها هي صورة لزوجة السفير البريطاني في الإمبراطورية العثمانية. هاي المرأة نقلت البراكتس مال الفاريوليشن إلى بريطانيا، عندما وصل إلى تركيا عملية الفاريوليشن أو هذا البراكتس نقلتها هي إلى بريطانيا، ومن ثم بعد عدة سنوات إجا إدوارد جينر اللي هو يسمونه مؤسس علم اللقاحات، هسه تأخذون إن شاء الله بالمناعة، أنه لاحظ أنه السمول بوكس هو فيروس أكو إلى قريب من عنده فيروسات أخرى اللي هي تصيب حيوانات أخرى ما تصيب الإنسان، مثل عندنا الكاو بوكس اللي هو جدري البقر يصيب البقر ولكن ما يصيب الإنسان، ولكن عندما الإنسان يعطى هذا الفيروس على شكل لقاح يكسب مناعة أو ينطي مناعة ضد السمول بوكس اللي هو يصيب الإنسان. فمن ذلك الوقت بدأ علم الفيروسات ينشأ، ولكن لحد الآن لم يعرف ما هو العامل الممرض أو المسبب. مثل ما تعرفون ماخذين المفروض بالمايكروبيولوجي أنه من هو اكتشف المايكروبس اللي هو باستور وروبر. طيب نتكلم الآن عن اكتشاف الفيروس. قبل عام 1892 حقيقة لم يكن هنالك مثل ما تكلمت يعني أي معرفة عن وجود ما هو الفيروس، ماهية الفيروس، حتى تسمية لم توجد هنالك أي تسمية. في أوروبا في حقول التبغ وجد ظهر أعراض لمرض غريب اللي هي تبقع أو ظهور موزايك أو تبرقش على أوراق التبغ. حقيقة لم يعرف ما هو المسبب، ولكن بعد قيام هذا العالم أو الباحث الروسي اللي هو إيفانوفسكي حقيقة
لاحظ انه عند عزل مستخلص من هذا النبات المصاب وترشيحه من خلال ورقة الترشيح اللي هو يسمح او لا يسمح بمرور البكتيريا، لان كان الاعتقاد السائد ان المسبب هو بكتيريا، ولكن فيما بعد لاحظوا انه هنالك عندما ينفذ السائل من خلال هذا ورق الترشيح البكتيريا تنحجز، ولكن يبقى السائل معدي، ممكن ان يصيب نباتات اخرى. في هذه اللحظه ادركوا ان هذا العامل المسبب هو فد عامل سائل ليكويد وليس بكتيريا، لذلك اطلقوا عليه، وهو طبعا اصغر من البكتيريا، لذلك اطلقوا عليه تسميه يسمى بالكونتاجيوم فيفا فلويدام، او يسمى بالفلترابل ايجنت، اي عامل راشح ينفذ من خلال ورق الترشيح. بعد 6 سنوات هذه الفكره حقيقه تم العمل عليها واعادتها من قبل باحث اخر هولندي اللي هو بايرينج. وجد انه اطلق حقيقه هو تسميه على هذا الفلترابل ايجنت او العامل الراشح، ولحد الثمانينات اكو كتب مؤلفه تطلق على الفيروسات باسم الرواشح، اطلق عليه اسم التوباكو موزايك فيروس، اي فيروس موزايك التبغ. الموزايك يعني ماخوذه من تبرقش ورق الاعراض التي تظهر على النبات المصاب بهذا الفيروس. حقيقه الفيروس هو كلمه لاتينيه او كلمه هي يونانيه مشتقه من معناها يعني بويزن او سم، لان سابقا حتى البكتيريا كانوا يعتقدوها انه هي سم تنتقل من شخص الى اخر، ولا طبعا قبل اكتشاف البكتيريا ما يعرفون انه ما هو العامل المسبب لانتقال او حدوث هذه او هذا المرض. في نفس هذا العام جروب او مجموعه اخرى كانوا يشتغلون على الفيروسات التي تصيب الحيوانات اللي هي الابقار، فايضا اكتشفوا ان هنالك عامل ممرض سموه ايضا الفلترابل ايجنتس مسؤول عن اصابه الابقار او المواشي بالحمى القلاعيه اللي ظاهره صورته بالسلايد الاولي اللي لاحظتوها. ومن ثم تقدم
الفيروس أعيد الكلام أنه هو عبارة عن infectious obligate intracellular parasite. Infectious move from host to host أو ينتقل من يجب أن ينتقل من خلية إلى أخرى أو من مضيف إلى آخر حتى يكون معدي أو حتى يكون ينجح في عملية التضاعف. Obligate intracellular parasite هو عبارة عن باراسايت أو طفيلي داخل خلوي إجباري، أي بمعنى آخر أنه الفيروس لا يمكن أن يتضاعف خارج الخلية الحية. يعني يختلف عن البكتيريا وكل الكائنات أنه هسه الفيروس إذا عندي في تيست تيوب فيها وسط غذائي لا يمكن أن يتضاعف الفيروس ولا يمكن أن يتكاثر. يعني إذا عندي جسيمة ما ممكن أن يصير 2 أو 3 أو 4 عكس البكتيريا، يحتاج إلى خلية حية أو مضيف حي لكي يتضاعف، يدخل داخل الخلية بالسيتوبلازم أو النواة ويتضاعف داخل الخلية، وبالتالي هو يتحكم أو يسيطر على وظائف أو عضيات الخلية ويبدأ بعملية التضاعف. معنى باراسايت طفيلي أنه يحصل على ما يريده، وهي أحد العلاقات بين الكائنات الحية أو بين المضيف أو بين العائل والطفيلي، ويسمى بالطفيلي يعني يضر بالمضيف ويستفاد هو، يستفيد هو من هذا المضيف. الجينيتك ماتيريال يمتلك مادة وراثية يا إما دي إن أي أو آر إن أي، بينما كل أشكال الحياة الأخرى تكون فيها المادة الوراثية هي دي إن أي، وتمتلك آر إن أي لغرض عملية الجين إكسبريشن أو عملية التعبير الجين، في حين أن الفيروس لا يمكن أن يوجد فيروس دي إن أي وآر إن أي في نفس الوقت، دي إن أي مدى الحياة أو آر إن أي مدى الحياة. الأمر الآخر أنه يكون محاط ببروتين كوت أو كسوة بروتيني أو غلاف بروتيني، راح نجي نتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرات الأخرى، وبعض الأحيان أيضا محاط بغلاف أو غشاء يسمى بالمنبرين. حقيقة هذه هي أشكال مختلفة، قسم منها تكون فيروسات مغلفة بها منبرين أو انفلوب، قسم يكون بها غير مغلف مثل هاي الأشكال اللي تلاحظوها أمامكم. هذا الشكل هو لفيروس كورونا، أحد الفيروسات المغلفة والآن موجودة عندنا اللي تسبب الجائحة العالمية اللي هي مرض الكوفيد 19. هذا الشكل أيضا راح أجي أتكلم عنه في نهاية المحاضرة، اللي تلاحظونه هو عبارة عن فقط النيوكليك أسيد أو فقط هو عبارة عن آرن أي غير محاط بغلاف حتى نجي نفرقه عن الفيروسات وما هي تسميته. هذا فيروس البوكس أو السمول بوكس اللي هو يسبب لنا الجدري، وهذا الهيربيس فيروس اللي يعرف يسبب لنا اللي هي لقمة حمى المعروف عنها بالعامية أو باللغة الدارجة. طيب إذا تلاحظون هذا الشكل اللي أمامكم، إنه أنا سابقاً هاي المحاضرة حقيقةً غيرتها في هاي السنة، لأن سابقاً كنت أسأل الطلاب إنه تعرف عن الفيروس في بداية المحاضرة، يقول لي هو عبارة عن كائن أو جسيمة لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر الإلكتروني. حقيقة هذا التعريف أصبح عليه تغيير في السنوات العشر الأخيرة، أنه أصبحت هناك فيروسات يمكن من رؤيتها بالمجهر الاعتيادي. يعني قبل كانوا فقط صحيح أن الفيروسات لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر الإلكتروني، ولكن الآن هذه النظرة تغيرت أو هذه الفكرة بعد اكتشاف فيروسات كبيرة بالحجم يوصل حجمها تقريبا مقارب إلى حجم الخلية البكتيرية، أي يمكن رؤيتها بالمجهر الضوء الاعتيادي اللي هو اللايت مايكروسكوب. إذا تلاحظون هاي الخلية هي عبارة عن خلية حيوانية، وبالقرب من عندها هي جسيمات لفيروس الهيربس أو الهيربيز فيروس، وهذا تلاحظون المربع مكبر. إذا تلاحظون هذا هو الغشاء البلازم اللي واضح هنا أمامكم، وهذه الرايبوسوما والإندوبلازم كريتيكولام، وبالقرب منها جسيمات الفيروس هذه. إذا تلاحظون هاي جسيمة الهيربيز، فتلاحظون حجم الخلية كبرها وين وحجم الفيروس يكون وين، تقريبا الحجم مال الفيروس هذا هو 200 نانومتر، بينما إذا تلاحظون الرايبوسوما أصلا بالخلية هي حجمها 20 نانومتر. بعض الفيروسات ايضا عندنا يصل يعني حجمها الى 30 او 20 نانومتر. اذا تلاحظون هنا السكيل مال الحجوم يبدا من 1 سنتيمتر الى 10 أس ناقص 10 اللي هو يمثل الانكستروم،
الفيروسات اللي يهمنا الفيروسات انه هي تقع ما بين الواحد مايكرون او العشرة اسناق الستة الى اكثر او اقل بقليل من العشرة اسناق السبعة. هي يقع يعني اكو قسم من الفيروسات اذا تلاحظون هاي المنطقة متداخلة ما بين البكتيريا والفيروس، اي يعني هنالك فيروسات لها حجم قريب من حجم البكتيريا، لذلك التعريف هنا تغير انه ليس كل الفيروسات. الان اكو فيروسات يمكن رؤيتها بالمجهر الالكتروني، اذا تلاحظون هاي حدود الرؤيه التي يمتلكها المجهر الالكتروني، اذا تلاحظون هنا الالكترون مايكروسكوب الكرايو ام اللي هو ايضا احد انواع الالكترون مايكروسكوب، عندنا الاكس راي والرنين المغناطيسي. طبعا هنا عندنا الاكس راي والرنين المغناطيسي لهما دقه عاليه يمكن من خلالها رؤيه الجزيئات المعقده المتناهيه الصغر اللي هي الذرات والرايبوسومات وجزيئات الدنا والبروتين. الآن هذا السلايد هو تكملة لما تكلمت عنه، أنه في السنوات العشرة الأخيرة تم اكتشاف فيروسات كبيرة بالحجم يطلق عليها الباندورا فيروس أو نوعية أخرى يسموها الميمي فيروس اللي هي يسموها المايكروب ميميكينج اللي هي تمتلك حجم مقارب للمايكروب أو البكتيريا. لا تلاحظون هذه الصورة هي صورة السلايد يمكن رؤيته أو فيلد بالمجهر الإلكتروني لهذا النوع من أنواع الفيروسات. هذه الفيروسات هي كبيرة بالحجم، تمتلك جينوم من نوع دي ان اي، مو فقط يعني نقول دي ان اي وار ان اي، لا قلنا الفيروس يا اما يمتلك جينوم دي ان اي او ار ان اي، ما يصير يمتلك اثنينهم في ان واحد. الجينوم مالته تقريبا 2.5 ميجا بيس بير، في حين اذا تلاحظون انه الجينوم مال الخليه البكتيريه الايكولاي اللي هي تعتبر يعني ليست بالبكتيريا المعقده مقارنه بالانواع الاخرى، حجم الجينوم مالته هو 8 ميجا بيس بير. الميجا يعني مليون، مليون زوج قاعدة. هذا الفيروس يمتلك 2.5 مليون زوج قاعدة حجم الدي ان اي مالته. البارتيكل سايز مالته يعني حجم هاي الجسيمة مالته تقريبا 1.5 مايكرون، بينما الخلية البكتيرية احنا تقريبا عندنا هي 2 إلى 2.5 مايكرون حجمها. هاي اتكلم عن الايكولاي. اذا خلي منا ورايح انه الفيروسات الجملة التي تقول أن الفيروس لا يمكن رؤيته إلا بالمجهر الإلكتروني الآن نغادرها، تم اكتشاف فيروسات كبيرة بالحجم. هذا الفيروس هو ما يصيب للإنسان ولا الحيوان، وإنما إزلوه من المحيطات، يصيب البكتيريا، هو أحد أنواع البكتيريوفيجس اللي يصيب البكتيريا. لذلك البحار هي فد خزان هائل كبير جدا للفيروسات أو الفاجات التي تصيب البكتيريا وتصيب الطحالب، ولها دور جدا مهم في عملية الريسايكلينج أو إعادة تدوير المخلفات العضوية التي تخلفها الكائنات في البحار والمحيطات. الآن ما هي الفيتشرز أوف فيروسز، ما هي خصائص الفيروس؟ بهذه الأربع نقاط اللي مهمة جدا ممكن أن نلخص الفيتشرز أو خواص الفيروس. مثل ما تكلمت أنه الفيروس له نيوكليك أسيد DNA or RNA، هذا DNA or RNA maybe single stranded or double stranded، يوم ما يكون مفرد السلسلة. هسه راح نجي نتكلم في المحاضرات الأخرى إنه بعض الفيروسات يعني تمتلك نوع RNA مزدوج السلسلة أو DNA، إحنا مثل ما تعرفون إنه DNA ماخذينه بالجزيئي بالخلية يكون مزدوج السلسلة، لا عندنا فيروسات يكون DNA مالتها مفرد السلسلة، وهذه الخاصية تمتلك الفيروسات ولا يمتلكها أي كائن آخر أو أي شكل من أشكال الحياة على وجه الأرض. الفيروس جينوم هنا محاط ببروتكتيف كوت او بروتين، يسمى هذا البروتين بالكابسيد، والكابسيد معناها هي كلمه ايضا لاتينيه اسمها كابسا يعني بوكس او صندوق، الصندوق الذي يحيط بالجينوم لهذا الفيروس ويقوم بحمايته، راح نجي ناخذ وظائفه بالتفصيل في المحاضرات الاخرى. الجينيتك ماتيريال اللي موجوده بالفيروس اللي هو الدي ان اي او الار ان اي طبعا تشفر للعديد من البروتينات الوظيفيه التي يحتاجها الفيروس في عملية الإصابة، في التباعد، في الانتقال من خلية إلى أخرى، في مهاجمة الجهاز المناعي للمضيف في حالة أنه كان إنسان أو حيوان وما إلى ذلك. الخاصية الرابعة والأخيرة أنه عملية تضاعف الفيروس تحدث في places أو أماكن معينة في الخلية، ربما بالسيتوبلازم
أو بالنواة أو في كليهما. يعني راح نتكلم عن تضاعف الفيروس، أكو فيروسات تتضاعف في النواة في مرحلة، وفي مرحلة تضاعف في السيتوبلازم في مرحلة الماء يعني من تضاعفها، مثل الريتروفيروس يبدأ في السيتوبلازم وينتهي بالنواة، ومن ثم يخرج إلى السيتوبلازم ويغادر الخلية. إذن هنالك أماكن مختلفة ومميزة يتضاعف بها الفيروس، يختلف عن باقي الكائنات الحية، في حين البكتيريا مثلا لا تحتاج أن تدخل إلى داخل الخلية وتتضاعف، فقط أنه ممكن أنه تصيب النسيج أو تكون يكون يعني عندها مثلا خاصية السيركوليشن داخل الدم أو في نسيج معين تتضاعف، ولا تحتاج إلى الدخول إلى داخل الخلية عكس الفيروس. أكو مصطلح آخر اللي هو يسمونه الفيريون. الفيريون هي الفيروس المكتمل الناضج اللي هي بي دي ان اي والكابسل مالته او الممبرين ايضا اللي بي، وله القابليه على الاصابه يسمونه الماتشور. لان يجب التفريق ما بين اكو هنالك فيروسات ليس لها القابليه على الاصابه، اكو في بها ديفكت معين هسه راح نتكلم عنها، غير ناجحه في عمليه الاصابه، هذا ما نقدر نسميه فيريون. الفيريون ما يكون الفيروس هو قادر على عمليه الإصابة. لماذا ندرس الفيروسات؟ الفيروسات مهمة لأنها تسبب لنا الأمراض، تسبب للإنسان والحيوان والحشرات وكل أشكال الحياة تسبب لنا الأمراض، لذلك يجب دراستها، وأمراض فتاكة حقيقة على يعني مر العصور، منها الإيدز اللي هو نقص المناعة، الهيباتيتس التهاب الكبد، الإيبولا اللي يسبب لنا الحمى النصفية اللي موجود في أفريقيا، سارس كوفي 2 الآن اللي مسؤول عن مرض كوفيد 19 يجب دراسته ويجب معرفة الفيروس وما هي آثار هذا الفيروس وشون يضاعف حتى نقدر نطور العلاج، نقدر نطور لفد لقاح، نتعرف على ما هي المضاعف لهذا الفيروس، ممكن أن يصيب الإنسان أو يصيب كائنات أخرى. فإذن هاي أحد الأمور المهمة التي يعني من خلالها يجب أن ندرس الفيروس أو أحد الأسباب المهمة. يجب أيضا دراسة الفيروس للتعرف على طريقة تضاعفه، للتعرف على طريقة الوقاية من عنده، شلون نسوي له لقاح، شلون نسوي له علاج، هاي أيضا مهمة. هنالك فيروسات تسبب خسارة اقتصادية، تصيب مثل ما قلت لكم تصيب الحيوانات مثل فيروس الحمى القلعية، تصيب لنا الأبقار، مثل فيروسات اللي تصيب النبات يسبب لنا خسائر اقتصادية بالمحاصيل تقدر بمليارات الدولارات، يجب معرفتها ودراستها و إيجاد يعني الطريقة المثلى لمعالجتها والقضاء عليها. ولكن في بالمقابل هنالك أيضا أسباب أخرى يجب من خلالها دراسة الفيروس حتى نستفيد من هذا الفيروس. بالمناسبة أكو فكرة إنه الفيروسات هي كلها ضارة، كذا ليست كل الفيروسات ضارة بطبيعتها أصلا، يعني مثل ما قلت لكم هنالك فيروسات موجودة في البحار والمحيطات مسؤولة عن عملية إعادة تدوير العناصر في داخل الطبيعة، تتحلل البكتيريا، يتحلل هاي الكائنات الميتة اللي موجودة، تقوم هذه الفيروسات بإعادة تدوير هذه العناصر إلى الطبيعة ومن ثم استخدامها من قبل الكائنات الأخرى. الآن الـ usefulness of viruses، فائدة الفيروسات. الفيروسات هنا راح أتكلم عن الإنسان ماذا يستفيد من هذه الفيروسات. بعد حقيقة التلاعب بها والعمل بها ممكن أنه الإنسان يستخدمها في مثلا البكتيريا. البكتيريا ممكن الإنسان يستخدمها بالصناعة ويستخدمها أيضا بالزراعة ويستخدمها في مجالات أخرى يستفيد منها الإنسان، كذلك الفيروسات. يعني ممكن أن استخدامها في عملية تعرف بالفيش تايبينج أو تنميق البكتيريا أو تنميق العازي. مثل ما تعرفون أنه البكتيريوفيجز أو الفيروسات هي الفيروسات التي لها القابلية على إصابة البكتيريا، وعملية الإصابة للبكتيريا هي عملية متخصصة، يعني كل فيروس ممكن أن يصيب بكتيريا أو الأنواع القريبة من عندها. يعني مثلا الفيروس الذي يصيب بكتيريا الإيكولاي لربما لا يمكن له أن يصيب بكتيريا الستافيلوكوكوس أو إيريوس، لذلك هاي العملية ممكن أن نستخدمها في عملية التشخيص أو التنميق، أنه بكتيريا السالمونيلا مثلا حتى نريد نعزلها أو نشخصها ممكن عندنا فاج ضامنينه إحنا عازينه سابقا، ممكن نستخدمه في عملية
تنميط أو عزل هذه البكتيريا وتشخيصها بصورة صحيحة. يعني إذا هذه البكتيريا المعزولة أصيبت بهذا الفيروس يعني هذه البكتيريا سالمونيلا، إذا لم تصاب يعني هذه البكتيريا ليست سالمونيلا وهكذا. الأمر الآخر أن الفيروسات مثل ما تعرفون هي تمتلك جينوم، وهذا الجينوم قلنا مسؤول عن الإكسبريشن أو التشفير لبروتينات مهمة جدا الآن نستخدمها في حياتنا يعني العلمية والأكاديمية في بحوثنا. بعض الفيروسات تنتج إنزيمات ضرورية نستخدمها في عملية ما يسمى بالكلونة الجينية أو كلونة الجين أو الهندسة الوراثية، اللي هو مثلا إنزيم T4 ليجيز الذي يقوم بربط قطع الدنا الأمر الآخر أنه ممكن أن نستخدمها كبيستيسايدز. البيستيسايدز اللي هي مبيدات الحشرية، تعرفون أن بعض الفيروسات تصيب الحشرات وتقوم بقتلها وإحداث أمراض فيها، فإحنا بدل ما نستخدم هذه المبيدات الكيميائية التي تسبب يعني أمراض ربما سرطانات في تراكيز معينة، نقدر نستخدم السيطرة البيولوجية أو البيولوجيكال كنترول، أن نستخدم الفيروسات في عملية مكافحة الحشرات والآفات الزراعية. ممكن أن نستخدمها كأنتيبكتيريال ايجنتس اللي هي أيضا أحد الأنواع المهمة لعملية يعني القضاء على البكتيريا أو معالجتها من خلال استخدام الفيروسات. مثل ما تعرفون أنه أيضا أعيد مرة أخرى أن الفيروسات أو البكتيريوفيجز اللي يصيب البكتيريا ممكن استخدامها كأنتيبكتيريال ايجنس بدل المضادات الحيوية التي تسبب لربما يعني ظهور أنواع أخرى قد تكون مقاومة للبكتيريا. ممكن أن نستخدم الفيروسات في القضاء على الإصابات أو الالتهابات البكتيرية. أيضا ممكن أن نستخدمها كعلاجات ضد السرطان من خلال استخدام الفيروسات المحورة وراثياً اللي استخدمها حقيقة في علاج بعض أنواع السرطان، لأن مثل ما تعرفون أن الفيروسات ما تدخل الخلية تذهب إلى النواة وممكن أنه ترتبط مع المادة الوراثية، وبالتالي ممكن أنه الجين المسؤول عن إحداث السرطان ممكن التلاعب به أو تغييره من خلال إدخال نسخة صحيحة غير يعني ما بها أي ديفكت أو ما بها أي مشكلة بدل النسخة القديمة أو النسخة اللي بها ضرر أو النسخة الأصلية من خلال استخدام الفيروسات كنواقل لهذه الجينات. الآن راح أتكلم عن أمور أخرى أو biological entities أخرى يمكن ما سامعين بها قبل أو لربما يجوز سامعين بها ولكن ما تعرفون عنها هاي المعلومات الأخرى. إنه سؤالين هنا مهمين جدا قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع، إنه ما هو الجينوم سايز أو حجم الجينوم الذي يتطلبه أو الذي يجب أن يمتلكه الكائن حتى يسوي لي إصابة؟ يعني البكتيريا مثلاً مثل ما تعرفون إنه البكتيريا المرضية شقد حجم الجينوم مالتها، مثلاً نجي خلنا نأخذ كمتوسط الإيكولاي 8 ميجا بيسبير، الفيروس يتراوح الجينوم مالته من 500 بيسبير إلى تقريباً 30 أو 35 كيلو بيسبير. هل هنالك حجم الجينوم أصغر من هذا ممكن أن يسوي لي إنفكشن أو يسوي لي إصابة؟ السؤال الآخر، هل هنالك شكل آخر من أشكال الحياة ممكن أن يسوي لي إصابة وهو ما يمتلك جينوم، ما عنده دي إن أي ولا آر إن أي ولا يعني بكل أنواعه؟ نعم، هنالك ثلاث أنواع أو ثلاث أشكال أو يسموها الأنهزر إنفكشيس إيجنتس اللي هي تكون حقيقة نسميها الفيرويدز، هذا الشكل أمامكم، هذا شكل الفيرويد وهذا الشكل اللي يسمونه الساتلايت والبريون. هذه كلها هي أشكال عبارة عن قد تكون نيوكليك أسيد بدون كابسيد أو بدون بروتين وحجمها يكون صغير جدا، أو قد تكون عبارة عن بروتين بدون نيوكليك أسيد.
نيجي نتكلم عن الفيرويد. الفيرويد هي عبارة عن single stranded RNA، عبارة عن شريط من الـ RNA يكون مفرد السلسلة على شكل دائري أو حلقي. الـ RNA مثل ما تعرفون أنه هو عبارة عن single stranded، ولكن حتى يحافظ على شكله ويحافظ على وظيفته أنه يميل إلى تكوين secondary structure أو الشكل الثانوي، يعني يرتبط قاعدة مع أخرى بشكل يعطي أكثر ثباتية عندما يكون داخل الخلية حتى يحافظ على نفسه من مهاجمة الإنزيمات أو يكون شكله أكثر فعال. الفيرويد هذا يكون يعني حجمه من 120 إلى 400 أو 500 نيوكليوتيد، إذن هو صغير جدا، أصغر من أي فيروس موجود على وجه الكرة الأرضية. يختلف عن الفيروس أنه لا يشفر للبروتين، يعني تكلمت قبل قليل أنه جينوم الفيروس أحد الفيتشرز أو فيروسز أنه يكون الجينوم تبعها يشفر لبروتينات يستفيد من عندها الفيروس أثناء عملية الإصابة. الفيروس لا، عفوا الفيرويد لا، لا 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 الحامض النووي مالت الـ RNA لا يمتلك القدرة على تشفير البروتين، وهو من نوع RNA فقط، بينما الفيروسات قد تكون من نوع DNA أو RNA. لا يحتاج لعملية الإصابة إلى ريسبترات، راح نجي نتكلم عنها في عملية الاتاتشمنت أو إحداث الإصابة في المحاضرات اللاحقة، إنه كيف تحدث لي عملية الإصابة، أكون هنالك ريسبترات على الخلايا يستخدمها الفيروس للدخول إلى داخل الخلية. الفيرويد لا يحتاج إلى هذه الريسبترات، يصيب النباتات فقط. الفيرويدز لا تصيب الإنسان ولا تصيب الحيوان ولا تصيب البكتيريا ولا الحشرة ولا الفطر، وإنما تصيب النباتات فقط وتسبب أمراض يعني كثيرة وأعراضها تكون كبيرة جدا. هنالك عائلتين على المستوى التصنيفي للفيروسات، عندنا عائلة البوسبوفيرويدي وعائلة الأبزنفيرويدي. البوسبوفيرويدي حقيقة اللي هي تصيب لنا العائلة الباذنجانية أو نبات البطاطا على التحديد، وتتضاعف داخل نواة الخلايا، بينما الأبزنفيرويدي تتضاعف داخل الكلوروبلاست اللي هي البلاستيدة الخضراء. مثل ما تعرفون حضراتكم ان البلاستيدا الخضراء هي عباره عن عضيه موجوده بالسيتوبلازم الخليه النباتيه، وتمتلك حامض نووي نوع DNA، وتمتلك انزيماتها الخاصه بها بالتضاعف. يعني خلينا نقول نقدر نقول عنها هي عباره عن نواه مصغره داخل السيتوبلازم الخليه النباتيه، فممكن ان الفيرويد يستخدمها لاحداث عمليه التضاعف. حقيقه اذا تلاحظون هذا الشكل هو عبارة عن شكل يسمونه الدامبل شيب أو شكل الدمبلس، اللي هو يظهر لي شكل أحد أنواع الفيرويدز اللي تقريبا حجمه يظهر تحت الميكروسكوب تقريبا 50 نانومتر، حجم صغير جدا. أحد الأنواع أو أول نوع من الفيرويدز اللي تم اكتشافه هو البوتيتو سبندل تيوبر فيرويد، اللي تم اكتشافه في عام 1967. إذا تلاحظون هنا هو أصغر حامض نووي موجود له قابلية على إحداث إصابة داخل النباتات. شوفوا هاي هنا عبارة عن نبات بطاطا، هذا نبات هو healthy أو نبات غير مصاب، في حين هذه النباتات هي نباتات مصابة. شكل الدرنة، درنة البطاطا للنبات المصاب بهذا الفيروس تكون بهذا الشكل. تلاحظون هذه التشوهات أو التشققات الظاهرة أمامكم هي لدرنات بطاطا مصابة بهذا النوع من الفيرويد، فيرويد وليس فيروس، وهذا مهم جدا يعني أركز عليه بالامتحان، الفرق بين الفيرويد والفيروس يعني جدا مهم. النوع الآخر من أنواع النيوكليك أسيد اللي هي نسميها الساتلايتس أو التوابع. الساتلايتس هي عبارة خلينا نقول بمعنى آخر هي أيضا فيروسات بالمناسبة. الساتلايتس هي فيروسات ولكن لديها مشكلة، بها ديفكت معين لا يمكن لها أن تتضاعف إلا بالاعتماد أو يعني على فيروس آخر يوفر لها الوظيفة المفقودة. يعني فيروس خلينا نقول بمعنى آخر، خلينا نقول طفل يعني لا يمكن له المشي إلا بالاعتماد على أمه أو أحد كبير، خلينا نقول بمعنى أبسط لكم الموضوع، أحد يقوده أو ينتج عليه حتى يمشي. هذا الساتلايت بهذه الصورة، أنه هو عبارة عن فيروس ولكن ليس له القابلية على التضاعف في بعض، يعني راح نتكلم عن أنواعها بالتفصيل.
إلا بوجود فيروس قريب من فيروس آخر. هذا الفيروس الذي يوفر له هذه الوظيفة المفقودة يسمى بالهيلبر أو الفيروس المساعد. أما الفيروس اللي هو الساتلايت يسمى بالهيلبر ديبندنت، أي الفيروس الذي يعتمد على الهيلبر. من خصائص هاي يكون لربما RNA single stranded أو DNA أو عبارة عن RNA يكون بشكل حلقي، فاقد لبعض الجينات الضرورية لعملية التضاعف، هاي من أهم خصائصه. وتقسم الساتلايت إلى نوعين، ساتلايت فيروس والساتلايت RNA. هنا نركز يعني ساتلايت فيروس هو أيضا فيروس، ولكنه يعني له مشكلة في عملية التضاعف، لا يمكن له التضاعف، ولكن جيناته لها القابلية على إنتاج كوتو بروتين. يعني أشرح بشكل أكثر تفصيلا أنه هذا الفيروس الساتلايت ليس له القابلية على التضاعف إلا بالاعتماد على فيروس آخر، ولكن له جينات. هذه الجينات ما هي وظيفتها؟ أنه فقط تنطي يعني بروتينات الغلاف، انه يقدر يشفر البروتينات الغلاف بنفسه، ولكن البروتينات المسؤوله عن عمليه اكثار الحامض النووي مالته هذا لا يمتلكها الا بالحصول عليها من فيروس اخر اللي هو الهيلبر. هذا يسمونه فيروس. ليش يسمونه فيروس؟ لانه له القابليه على تكوين الكوتو بروتين، بس هو يبقى ساتلايت. ليش؟ لانه لا يمكن احداث عمليه تضاعف الماده الوراثيه مالته الا باعتماد على فيروس اخر يسمونه الهيلبر. هذا النوع الأول. النوع الآخر اللي هو الساتلايت RNA أو يسمى بالفيروزويد. الآن أصبح عندنا فيروس، فيريون، فيرويد، فيروزويد. هاي كلها مصطلحات يجب التفريق بيناتها. الفيروزويد هو شنو؟ هو أيضا ساتلايت، يعتبر نوع من أنواع الساتلايت، يعتمد على الهيلبر في عملية التضاعف، وليس له القدرة على التشفير لبروتين الغلاف اللي خاص به. يعني أجيب لك فرق، ما هو الفرق بين الساتلايت فيروس وبين الساتلايت RNA؟ إنه اثنيناتهم هن ساتلايتس، يعني ليس لهن القدرة على التضاعف إلا بوجود الهيلبر، ولكن الساتلايت لا يمكن له، الساتلايت RNA ليس له القدرة على التشفير لبروتينات الغلاف الخاصة بي، يعني يحصل عليها من الهيلبر، في حين الساتلايت فيروس